بسم الله الرحمن الرحيم. Embryology of the Heart Part 1 Early Stage by Dr. هاني محمد الرخاوي. دي محاولة بسيطة لتبسيط Embryology of the Heart، وهنتكلم هنا في Early Stage على البداية الأولى، وكلها تقريبا هتبقى في الجنرال امبريولوجي، ولكن في نقط كتير مش هنتطرق ليها في الجنرال امبريولوجي اللي ما تهمناش في الديفلوبمنت اوف ذا هارت. بنبتدي بالسبرم والاوفم. السبرم اللي هو الميل جاميت، وده كونتين الهابلويد نمبر اوف كروموسومز، والاوفم اللي هي الفيميل جاميت، ودي contain ال haploid number of chromosomes. عند التقاء ال sperm بالovum تحدث عملية ال fertilization، ويجب أن نتذكر أن only one sperm من 200 ل 300 مليون sperm هو اللي بيعمل ال fertilization، ويسمى هذا ال sperm بال fertilizing sperm. يحدث بعد كده اتحاد الميل برونيوكليوس مع الفيميل برونيوكليوس، يونيون اوف ذا برونيوكلياي، ويونيون اوف ذا برونيوكلياي ينتج عنه الزايجوت، ومجرد تكون الزايجوت ذا ديبلويد نمبر اوف كروموسومز از ريستورد. بمجرد تكون الزايجوت تبتدي سلسلة من الانقسامات تحدث كالآتي: بعد 30 ساعة من الفيرتلايزيشن يبقى في التو سيل ستيج، وكل سيل من هذه الخلايا بعد كده تسمى بالبلاستومير. بلاستومير كل خلية من خلايا من الخلايا في الانقسام تسمى بالبلاستومير. بعد 45 ساعة من الفيرتلايزيشن يبقى فيه 4 سيل ستيج، وعلى اليوم الثالث بيبقى عدد الخلايا من 12 ل 16 from 12 to 16 cells، وهذه المرحلة تسمى بالموريولا. بعد كده على اليوم الرابع تبتدي تتكون fluid vacuoles ما بين السيلز. هذه الفلويد فاكيولز لما بتتجمع يتحول اسم الموريولا الى بلاستوسيست، ثم تختفي الزونة بليوسيدا، والفلويد فاكيولز دي بتتجمع مع بعضها كواليس توجذر تو فورم ا لارج كافيتي، بتعمل كافيتي واحدة، و يتحول والبلاستو سيست هنا اختفى من حواليها زونة بليوسيدا، وأصبحت البلاستو سيست هنا عبارة عن بلاستو سيل اللي هي تجمع الفلويدز مع بعضها وتو سيل ماسز، أوتر سيل ماس وإنر سيل ماس. الاوتر سيل ماس ودي تسمى بالتروفوبلاستس، ودي اللي هتعمل الفيتال ميمبرينز، وانر سيل ماس ودي تسمى بالامبريو بلاستس، ودي اللي هتكون الامبريو اتسلف. على اليوم الخامس البلاستوسيست بتدخل اليوتراين كافيتي علشان تبدأ عملية الامبلانتيشن في اليوتراين هول. زي ما قلنا دلوقتي هي عبارة عن اوتر سيل ماس اللي هي التروف بلاستس، وانر سيل ماس اللي هي الامبريو بلاستس. الحتة اللي موجود فيها الانر سيل ماس او الامبريو بلاستس تسمى بالامبريونيك بول، والجزء المقابل له يسمى بالاب امبريونيك بول.
امبلانتيشن. الامبلانتيشن في اليوتراين وول بيحصل بالامبريونيك بول. بعد كده الانر سيل ماس بتبقى arranged into two layers، بتتجمع في two layers. Layer of tall columnar cells towards the uterine wall، ودي تسمى بالإكتوديرم. Layer of small polygonal cells towards the uterine cavity، ودي تسمى بالإندوديرم. وبكده يتكون باي لامينر جيرم ديسك، وتتكون تو كافيتيز، اليوكساك توردز اليوتراين كافيتي والامنيوتيك كافيتي توردز اليوتراين وول. يبقى دلوقتي في باي لامينر جيرم ديسك مكون من اكتوديرم واندوديرم. اكتوديرم تول كولامنر سيلز، وده towards the uterine wall، و endoderm عبارة عن small polygonal cells، و that towards the uterine cavity. ده ال bilaminar germ disk مكون من ectoderm و endoderm. some cells، بعض خلايا ال ectoderm الموجودة في الكودال end of او الكودال part of the bilaminar germ disk migrate to the middle line. This migration يعمل elevation و central depression. هذا ال elevation اللي فيه central depression يسمى بال primitive streak. خلايا الـ primitive streaks، الـ primitive streak insinuate themselves وتدخل تعمل طبقة تالتة ما بين الـ ectoderm والـ endoderm. زي ما نشوف هنا الـ cells from the primitive streak insinuate themselves between the ectoderm and endoderm to form a third layer known as mesoderm. Mesoderm migrate in all directions ما عدا three parts، في ثلاث أجزاء بيبقوا devoid of mesoderm. هذه الأجزاء هي middle line، لأن middle line بعد كده هيتكون فيه النوتوكورد اللي هو ال primitive supportive element of the germ disk، وده بيتكون من الاكتوديرم. والبروكوردال plate اللي هو بعد كده هيعمل ال tacopharyngeal membrane، ده برضو بيبقى bilaminar مكون من اكتوديرم واندوديرم. والكلواكال membrane وديت بتبقى في caudal part of the germ disk behind او caudal to the primitive streak. دلوقتي زي ما قلنا اصبح ال germ disk trilaminar مكون من ectoderm وميزوderm واندوderm. الميدل لاين زي ما قلنا بيبقى ما فيهوش ميزوديرم وبيكون فيه النوتوكورد. الميزوديرم بيكون فيه two longitudinal grooves. These grooves اللي بتكون تقسم الميزوديرم on either side of the notochord إلى three compartments. برا أجزاء الميزوديرم ده just lateral to the notochord، و intermediate mesoderm lateral to the paraaxial mesoderm، و lateral plate mesoderm lateral to the intermediate mesoderm. هنا transverse section بيبين هذا الكلام.
ادي نوت كورد في النص و lateral to the nut cord on either side في ال paraaxial mesoderm, lateral to the paraaxial mesoderm في ال intermediate mesoderm, و lateral to the intermediate mesoderm في ال lateral plate mesoderm. وهو الحقيقة هو اللي يهمنا ال lateral plate mesoderm, ولكن ناخد فكرة سريعة عن ال other parts. الباراكسيال ميزوديرم بيبتدي عند اليوم العشرين ينقسم الى اجزاء. كل جزء من هذه الاجزاء يسمى بسومايت وينتهي هذا الانقسام على اليوم الثلاثين من الفيرتلايزيشن, ويبقى عدد السومايتس النهائي من 42 ل 44 سومايت. الانترميديت ميزوديرم الانقسام فيه بيبقى incomplete مش زي ال paraaxial mesoderm. يعني في cervical region segmentation بيبقى فيه complete segmentation, في thoracic region incomplete segmentation, واللمبر region بتبقى unsegmented. اللاترال plate mesoderm هو ده اللي يهمنا, يتكون جواه يبتدي يتكون جواه small cavities. These cavities unite together, تحد مع بعضيها وتعمل ما يسمى بالإنترايمبريونيك سيلوم. ينقسم اللاترال بليت ميزوديرم إلى سوماتيك لاير وسبلانكنيك لاير. From the splanchnic layer of the lateral plate mesoderm, a cardiovascular system كله including the heart و serous membranes زي البيريكارديوم والبلورا والبريتونيوم, كمان السموث ماسلز and connective tissue of the gastrointestinal tract والrespiratory tract بيطلعوا من السبلانكنيك لاير of the lateral plate mesoderm. يبقى الـ aim of this introduction كلها ان احنا نعرف ان الـ heart develops from the splanchnic layer of the lateral plate mesoderm. هو السطر ده اللي يهمنا, ان الـ heart develops from the splanchnic layer of the lateral plate mesoderm. نبقى عارفين يعني ايه splanchnic layer of the lateral plate mesoderm. بكده ينتهي الجزء الاول, وهنلتقي في الجزء الثاني ان شاء الله.